شكرا لأخ الرئيس. طبعا أنا أعتقد أن الإخوان اللي سبقوني بالكلام يعني أفاضوا وحطوا إيدهم على الجرح. أنا أعتقد يجب أن يكون اليوم الحل حل منطقي وعقلاني أبعد ما يكون عن الانفعالات. يعني أظن صوتي حق صوت أخوي روضان يوم تكلم فعلا بيوم يوم حط قول أبو جنسونة، ثاني يوم تدري قاعد يسوون له. يا أخي يجب أن لا يكون هذه الطريقة شلون نحل قضايانا، والرياضة ما هي كرة قدم ولا هي أقوال ولا هي بطولات. أنا أعتقد كلمة شكر لعيالنا اللي اجتهدوا رغما عن الصراعات الرياضية ورغما عن الوضع السيء، ما عليهم إلا نقول لهم مشكورين وما قصرتوا والله يعطيكم عافية، سواء باتحاد كرة القدم أو بكل الأندية، لأن في النهاية الخطأ خطأنا إحنا ونتحمل المسؤولية. وأخص فيهم الحكومة مع الأسف اللي أصبحت مع طرف دون طرف آخر وتكلم عن ميزانية مليون دينار حق اتحاد لعبة أو كرة، في ظل اليوم أصبحت الرياضة استثمار. اليوم إذا أنت بتي تنافس دول عالمية وبتهيئ لك أندية، شوف الدول ايش قاعد تصرف على صراحة رياضاتها، شوف المنشآت، شوف القوانين اللي حطوها. اليوم احنا مكتفين الصراحة، شلالية وكلها مع الأسف تنفيع وكلها مصالح، ابتعدنا كل البعد عن النشاط نفسه. وترى الكلام هذا ما هو جديد، اللي سبقونا الله يذكره بالخير الأخ مشاري العنجري، الأخ عبد العزيز المطوع، ترى من قبل حتى ندش المجلس ترى الحلول موجودة قاعد نشوفها، بس نتيجة هذه الصراعات احنا مو قادرين حتى نطبق الحل. وهذه الظروف المناسبة، وأخص بالشكر الرئيس حتى الحياديته، وأنا أختلف مع أخوي روضان أن أعتقد أن الأخ رئيس مرزوق الغانم بعيد كل البعد عن هذه الصراعات، وهذه فرصة. اليوم بوضع محايد، يبقى نحل القضية في لجنة مختصة إن شاء الله تقدم فيها الإخوان، وأنا وقعت وياهم أنها تجد حلول فنية موضوعية قانونية، ولا يكون حتى إجراءنا انفعالي من خلال والله نوقف اللعبة نوقف فلان. لا يبا، احنا ما احنا ضد فلان ولا ضد علان، احنا لمصلحة ابنائنا وعيالنا واسم وطننا. يعني ليه متى حالة هذا الاحباط؟ يعني ليه متى ان نحزنهم واحنا نقعد عاجزين عن صراحة ان تبي تسكت لا تدش طرف لا تحسب على طرف اخر، والكل ترى في هذه القضية يكون بهالشكل، ان انت لا يحسب خطأ على يبا احنا لا يهمنا هالطرف ولا هالطرف، يهمنا مصلحة بلدنا واسم بلدنا ومصلحة ابنائنا. لذلك الأخ الرئيس أنا أضم صوتي لصوت مليون وصوت حتى النواب السابقين بخصخصة القطاع. يا أخي مثل ما تفضل فعلا الأخ روضان، هم يقعدون يون يستفيدون، أصبحت الأندية وفعلا قالها لو يحط من جيبه والله ما يسوي كذي، لو يحط فلوس ويتنافس حالنا من حال الأندية الأخرى. وبعدين هذه ما اختراع كويتي يا أخي، شوفوا التجربة الألمانية، شوفوا التجربة الإسبانية، شوفوا التجربة الإنجليزية. مع الحكومة ما لها شغل، الحكومة تدفع، حتى الحكومة لها إيرادات من خلال الإعلانات، من خلال المنشآت الأخرى، لها عوائد ولها دخل وتصرف على الرياضة زين. لكن إحنا اليوم نعطي كم واحد مع الأسف لا عنده اللعبات لا عنده الرياضة وتاركين أبنائنا، وأصبح بعض الأندية مع الأسف تخاف تودي عيالك، وهذا حقيقة أخرى. لذلك الأخ الرئيس أنا أعتقد توجه الخصخصة رب ضارة النافعة، ضارة أن نتيجة مؤلمة لهذا الوضع اللي نوصل له، ما هو حتى على مستوى كرة القدم، ولكن النافعة أن تكون حد وخط فاصل لمرحلة سابقة، بأن ننظر إلى أفق جديد ونوجه الحكومة هي حذرة. وفعلا أخوي صالح قال كلام، انتوا كم مره انا بلجنه شباب الرياضه اللي طافت اي رئيس الهيئه والوزير يتكلم كلام ويجيب لنا القانون بشكل ثاني، يعني حتى صاحب السمو احرجتوه بتدخله بالرياضه. يا اخي ماني عارف، يعني حتى التدخل اكبر قياده سياسيه بحل هذه المشكله، اخذوا قرار الصح باين، اخذوا قرار، مو الغرض انك والله تزعل فلان وترضي فلان، لكن مو زينه بحق الحكومه ولا زينه بحق المجلس إن نهمل أبنائنا ونتركهم فريسة هذه الصراعات وسمعة بلدنا ونقعد نصير مضحكة حق اللي يسوى واللي ما يسوى. الأخ الرئيس
طبعا انا يقول ما في خصومه ويا الغاشي. تفضل مثل تفضل اختي. شكرا لاخ الرئيس. في نهايه كلامي طبعا انا ما ابي يعني ازيد عن كلام زملائي واخوان النواب. يجب ان تكون هذه اللجنه لجنه تحمل على عاتقها مسؤوليه شبابنا وعيالنا، ودور حتى وزاره التربيه والتعليم. يعني انا اتذكر ان دور وزاره التربيه والتعليم في دوري المدارس وحتى في رياضه المدارس، وكان فعلا هذه العناصر اللي يرفعونها وهي مستقبلها في الرياضه الكويتيه. وبعدين الرياضه الكويتيه اليوم الكل يا اخي يدفع حق النتائج، ما يدفع حق المنشاه. احنا 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 ما قاعد نشوف نتائج. عن الفقير اللي يعمل ويجيب نتائج يقعد يطر مكافآت، اللي والله يكرمه واللي ما يكرمه، والدوله تقعد تدفع حق فلان وعلان، وما رايتها تكون والله مع الاسف يا بجواخير يا احنا حاطله ربعه ويا حاطله الشلاليه. وهذا هذا الامر صراحه يسيئنا. والقرار اليوم نمتلكه حكومه ومجلس. انا اعتقد اللجنه اعطى الميكروفون. شكرا اخ رئيس. اذا كان هناك قرارات ولا تخوف من وقف مشاركاتنا الرياضيه على اللجنه ان تذهب حتى الفيفا. يا اخي كل العالم مخصص قطاعاته، يعني ايش معنى احنا بالكويت يعني ما عندهم شغله للكويت؟ هذه مشكله اخرى. يا اخي كل ما نتحرك دزولنا كتاب. ما يصير. لا لا حقيقه هذه ترى. لذلك يعني بمن يصل الى هذه اللجنه؟ نقعد نتكلم كل صراحه ونعرف شنو 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 المشاكل. يعني ما عندهم شغله الا احنا. كل ما بغينا ناخذ اجراء، كل ما بغينا يعني نعدل الوضع نكون بهذا الوضع. لذلك الامل كبير لاخ الرئيس ان يكون هذه اللجنه تستمر وتطلع بقرارات وتشريعات بالتعاون، ولا يردون على الحكومه، الحكومه كل يوم لهم كلمه. صدقني انا اتذكر يوم جينا الحكومه جابت قانون وطلعت مرسوم غير القانون اللي ناقشناه بوجود الوزير ورئيس الهيئه. هذه حقيقه. هذه حقيقه. لذلك الاخ الرئيس شكرا شكرا لاخ